نحن متواجدين حاليا بمعمل كبس بيرين. البيرين هو عبارة عن بذر الزيتون اللي بنستخرجه من بعد عصر الزيتون، وبيعتبر صديق للبيئة باعتبار انه من مخلفات نباتية للزيتون. البيرين عم نشتغله بماكينة خاصة له، نشتغله بالماكينة، نكبسه كبس، ننشره بالشمس لمدة 15 يوم. بعد ما يجف على الأخير بناخده بأكياس بنعبيه وبنعرضه للمواطنين أو للتجار حسب اللي بيجي بيشتري. البيرين هو مادة عم نستعمله للتدفئة، ما كان معروف من قبل قبل الحرب، باعتبار كنا نستعمل المازوت. حاليا المازوت سعره شوي غالي على المواطن، فبديل له هو عبارة عن البيرين اللي عم نستعمله حاليا.